يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الاستدلال بقوله سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هل يصح الاستدلال بها على عدم جواز الاستعانة بالجني المسلم؟ بلا شك أنه الله عاب هذا مطلقا، عاب هذا مطلقا، فالإنس لا يستعينون بالجن ولا يستعينون بالغائبين ولا بالأموات. نعم.